قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي إن حركة طالبان باتت تسيطر على ما يقارب نصف المديريات في أفغانستان. من جهته أعلن وزير الدفاع لويد أوستن أن استراتيجية بلاده تقوم على مواجهة التهديدات الإرهابية في أفغانستان، وفي مقدمتها منع عودة ظهور تنظيم القاعدة. تحت تلك السماء تسيطر حركة طالبان على 85% من أرض الأفغان، كذلك تعترف لها هيئة الأركان الأمريكية، وتقدمها بات ملحوظا على خريطة البلاد تحصي لها عدد المحافظات التي باتت قبض يديها. تقريبا طالبان تسيطر على 213 مديرية في أفغانستان من أصل 419، لكنها لا تسيطر على أي من عواصم الولايات 34، حيث إنها تركز على المناطق الريفية، لكنها تفرض حصارا على نصف الولايات خصوصا ذات الكثافة السكانية، بما في ذلك العاصمة كابول. تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية دعمها للقوات الأفغانية بعد التقدم الطالباني في البلاد. بعد آب تركيزنا على التهديدات الموجودة، تلك العناصر التي تشكل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك سيكون هناك تركيز على مكافحة الإرهاب. نحن لا نزال ملتزمين بمساعدة قوات الأمن والحكومة الأفغانية للمضي قدما. من الصين تنفي الحكومة الأفغانية أن يكون لطالبان ما لها على الأرض من استحكام تباهي به منذ خروج القوات الأجنبية من البلاد. إنهم يزعمون أن 85% من البلاد تحت سيطرتهم، ونحن لا نتحقق من ذلك. صحيح أن هناك بعض المناطق التي استولوا عليها، ولكن بعد ذلك استرجعنا قواتنا، لذلك من الصعب إعطاء نسبة معينة. لا تعتد حركة طالبان تمضي وحسب، تضع الأقاليم تحت راياتها وتفاوض في الجوار على سلام لا يخرج عن إمارة إسلامية في العاصمة كابول حتى قبل الوصول إليها. ومن كابول ينضم إلينا موفدنا صابر أيوب. أهلا بك صابر. صابر، كيف تتغير خريطة سيطرة طالبان والحكومة في أفغانستان؟ ما مدى المساحات وما أهميتها؟ صبا، لم تتغير كثيرا عما هو معلن عليه في الآونة الأخيرة. 85% هكذا تتباهى حركة طالبان في تصريحاتها الأخيرة. هذه المعطيات ربما يؤكدها أيضا الأمريكيون. على الأقل نصف الأراضي الأفغانية باتت تحت سيطرة طالبان. الأمريكيون ما زالوا حاضرون هنا بقوة رغم أن انسحابهم سيكون آخر جندي سينسحب في سبتمبر، لكن كما تسمعون في الخلفية الطائرات المروحيات الأمريكية ما زالت تحلق في سماء كابول، كما أن بالون الرصد ما زال أيضا الذي يعلو السفارة الأمريكية ما زال في سماء كابول، مما يعني أن الأمريكيون ما زالوا يسيطرون في الحقيقة على المشهد أو على الجغرافيا الأفغانية، على الأقل من ناحية جمع المعطيات والمعلومات. يعرفون جيدا أن حركة طالبان تمددت بالفعل خلال أيام العيد، توقف قليلا هذا التمدد، لكن حركة طالبان أعلنت هذا الصباح سيطرة على مديريتين في محافظة هلمند المشهورة أو المعروفة بزراعة الخشخاش أو الأفيون، من بينها مديرية استراتيجية كما قالت. كذلك سيطرت على مديرية أخرى في شرق البلاد وفي نينغهار التي يزورها الرئيس الأفغاني من أجل حشد اليوم من أجل حشد القوات الأفغانية. اتهمت وزارة الدفاع مقاتلي حركة الطالبان بالتسبب في قتل 6 مدنيين هناك خلال قصف صاروخي. في ولاية قندهار أيضا أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن شن غارات وأيضا هجمات ميدانية أدت إلى مقتل العشرات من مسلحي طالبان، لكن الحركة تقول أن القصف طال منزلا أو طال حيا سكنيا وأدى إلى مقتل 6 أطفال. هو تضارب في التصريحات بين الجانبين في ظل معارك لا يمكن الوصول في الكثير من الأحيان إليها للتحقق مما يجري هناك بسبب شساعة الأراضي الأفغانية وأيضا خطورة الطرقات التي باتت ملغمة وأيضا تستولي عليها إن لم يكن مقاتلو حركة طالبان فالعصابات المسلحة التي تستولي على هذه الطرقات وتبتز التجار وغيرهم، خاصة وأن المنافذ التجارية الرئيسية
باتت تحت قبضة طالبان، وبات الطالبان تتحكم في تجارة دولية بملايين الدولارات، مما يقويها على الحكومة المركزية أو يخنق الحكومة المركزية هناك في كابول، وهو ما يتخوف منه السكان من أن المعارك ستتجدد غدا مع نهاية عطلة العيد. طيب أيضا صابر، انعكاس كل ذلك على الأوضاع المعيشية وردود فعل الشارع؟ بالفعل ردود فعل الشارع متخوفة أولا من الحرب من أن تتمدد أكثر وتصل إلى المدن الكبرى، وثانيا من موجة غلاء الأسعار التي تسببت فيها الحرب، خاصة مع سيطرة حركة طالبان على المعابر الرئيسية، غلاء في الوقود ب70% تقريبا، وأيضا في أسعار المواد الغذائية التي يأتي كثيرها من إيران ومن باكستان وطاجكستان وغيرها من دول الجوار. شكرا لك صابر أيوب، عمليا لا هدنة على الأرض في كثير من المناطق. إذن شكرا لك صابر أيوب، موفدنا إلى كابول إلى أفغانستان. شكرا لك.